ورد عنه صلى الله عليه واله وسلم السلام. ان الله عز وجل يغفر لمن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا الا اربعه اربعه اصناف من البشر مدمن الخمر هذا الذي يشرب الخمر اجارنا الله واياكم والعاق لوالديه عنده عقوق للوالده او الوالد كبرت في السن كبر في السن بدا بدات اسئلتهم تكثر مطالبهم تكثر خلقهم يضيق يحتدون انتبه العاق الوالديه لا يغفر له حتى يبر والديه وان صام وان صلى يعني مع الصلاه والصيام تنبه للوالدين. الثالث قاطع الرحم والعياذ بالله قاطع الرحم الله عز وجل توعده باللعنه في القران وقال صلى الله عليه واله وسلم ان الرحم استغاثت بالحق سبحانه وتعالى اخبرنا الرسول الله بذلك فقال سلام. لها الله عز وجل يا رحم اما ترضين انني قد اشتققت لك, لك لك اسما من اسمي فانا الرحمن وانت الرحم اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقتل رعى من قطعك. وليس هناك مبرر لقطيعه الرحم ولو كان الرحم الرحم سيئا، لو كان الرحم قاطع الرحم قاطعا، لو قاطعوك هو لا تقاطعهم، لانها ليست هذه هي حقيقه صله الرحم، في الحديث ليس الواصل بالمكافئ، الذي ان وصله رحمه وصلهم وان وان وص قطعوه قطعهم، النبي سمى هذا مكافئ ليس بواصل، هذه مكافاه، اكيد وصلوك تواصلهم. لكن لكن علينا ان نواصلهم في حال المواصله وفي حال القطيعه، فقاطع الرحم، الثالث المشاحن الذي يبيت في قلبه شحنه تصل الى حد المصارمه، قال النبي صلى الله عليه واله <applause> وسلم، والمصارمه هنا معناها اي القطيعه بينك وبين شخص مشكله وصلت الى حد انك ما تريد تسلم عليه، ما تريد تنظر اليه، عنده وفاه حتى ما ما عزيته او ما صرت في جنازه من له صله به، مرض ما احببت تزوره، هذه الاشياء الليله الان يعني خاطب نفسي وخاطبكم جميعا إذا كان أحد آذانا في شيء لا نجعل أذى يصل إلى الحد الذي نحرم بسببه من المغفرة أذاك في مال أذتك في كلام تكلمت عليك سببت في مصائب لك فوت عليك وظيفة أكل عليك صفقة تسبب في طردك هذا أذى عظيم والظلم حرام وسيحاسبه الله على ذلك ويأخذ لك بحقك لا شك لكن لا تجعل أذى يصل إلى الحد يصل إلى الحد الذي تحرم بسببه من المغفرة في شهر رمضان، من المغفرة في شهر رمضان، يعني فهذا من أحسن ما يستقبل به شهر رمضان، التخلي عن الموانع هذه الأربعة، أيضاً التخلي مع قدوم شهر رمضان عن الأسباب التي توقع الإنسان في المعاصي، نحن بشر والإنسان من صفاته والبشر من صفاته من الضعف، فمن تعود من نفسه أنه في صحبة معينة في العادة يعني يدلونه على الشر. فيضعف أمامهم وهو يضعف يجتنب هذه الصحبة <applause> من اعتاد ألا يضبط عينه إلى ما تنظر إليه في الشاشة في التلفاز أو في الإنترنت يتوقف الليلة هذه